وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بأن بلاده سترد بحزم إذا شنت البحرية الإسرائيلية هجمات على ناقلاتها لوقف مبيعاتها من النفط. وقال حاتمي أن هذا التحرك لو حدث سيعد ضربا من القرصنة. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني إن بلاده ترصد تحركات بعض دول المنطقة التي تستهدف إيران، مشيرا إلى أن الكيان الذي سعى إلى السيطرة على المنطقة من النيل إلى الفرات محاصر بين حدوده المزعومة وقادته لا ينامون خوفا من صواريخ المقاومة. يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن البحرية الإسرائيلية قد تتحرك لوقف ما أسماه تهريب النفط الإيراني الذي يلتف على العقوبات الأمريكية. إن تصرفنا سيكون حازما إذا تعرضت البحرية الإسرائيلية لناقلات النفط الإيرانية. بهذا رد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي على تهديدات نتنياهو. حاتمي الذي جاء رده بعد أسبوع من التهديدات الإسرائيلية اعتبر أي تعرض إسرائيلي لشحنات إيران النفطية ضربا من قرصنة، وأكد أن إيران تمتلك قوة عسكرية تكفيها للرد على أي تحرك إسرائيلي ضدها. ما أشعل فتيل الأزمة من جديد بين الجانبين هو تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الفائت الذي ادعى أن إيران تحاول خرق العقوبات الأمريكية عبر تهريب النفط بحرا. نتنياهو قال إن البحرية الإسرائيلية سيكون لها دور مهم لمنع ذلك، داعيا القوى العالمية لإحباط أي محاولة من طهران لتفادي العقوبات الأمريكية. وكالة أنباء فارس ذكرت أن ناقلة نفط إيرانية كانت تحمل أكثر من 150 ألف طن من الخام قد تعرضت إلى هجوم من قبل قراصنة يستقلون 11 زورقا قرب مضيق باب المندب في خليج عدن. الجدير بالذكر أن العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والإيراني تشهد توترا غير مسبوق، كان آخرها مهاجمة نتنياهو النظام الإيراني متهما إياه بتمويل تنظيمات وميليشيات تناصب إسرائيل العداء بدل إنفاق عائدات البلاد على تحسين أحوال الشعب الإيراني حسب تعبيره. وللمزيد نربط الاتصال بمراسلنا في طهران حازم كلاس. حازم، إذا إيران ترفع سقف التحدي، على ما تراهن؟ يعني يمكن النظر إلى هذا الموضوع على عدة مستويات. المستوى الأول وهو ربما يحمل الإجابة على سؤالك على ماذا تراهن هو المستوى العملي. إيران بطبيعة الحال إذا كنا نتحدث عن التواجد في المياه الدولية والمياه الأقليمية هي متواجدة في المنطقة من المياه الخليجية ومضيق هرمز إلى بحر عمان وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وحتى وصولا إلى قناة السويس والبحر المتوسط. وما ورد في التقرير عن تعرض ناقلة نفط إيرانية قرب خليج عدن إلى هجوم من قراصنة وتصدي البحرية الإيرانية لها هو خبر اعتاد عليه الإيرانيون طوال السنوات الماضية. فهذه المنطقة في قرب خليج عدن معروفة بنشاط القراصنة، والتواجد القوات البحرية الإيرانية هناك هو دائم، أيضا لا يذهب أسطول إلا ويأتي آخر، هو تواجد مستمر. وإيران تراهن على هذا الموضوع، هذا أولا. وثانيا تراهن أيضا على ما ذكره شمخاني ربما وورد أيضا في التقرير من أن إيران تنظر إلى واقع إسرائيل على أنه واقع محاصر اليوم، وهذا يمكن ربطه بما قاله يوم أمس معاون شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني حين قال أن إسرائيل اليوم وبعد حرب 2006 بين لبنان وإسرائيل باتت محاصرة من 20 حزب الله وليس حزب الله واحد في الجبهة الشمالية. ودائما يعني من منطق عملي عسكري أمني تتحدث إيران على أن هناك جماعات وهناك فرق ومجموعات من المقاومة وكما يسمى هنا محور المقاومة كلها مستعدة للتحرك ضد إسرائيل
إذا ما ارتكبت إسرائيل أي حماقة كما يصنفها المسؤولون الإيرانيون. أما من على مستوى آخر تنظر إيران من الناحية القانونية والحقوقية إلى هذا الموضوع على أن التهديدات الإسرائيلية هي تهديدات كما وصفها وزير الدفاع هي قرصنة، لأن إيران لا تنظر إلى العقوبات الأمريكية على أنها عقوبات قانونية أصلا، وأنها لا تحظى بإجماع دولي ولا بموافقة الأمم المتحدة، ولذلك هي لا تخفي أنها قد تلتف على العقوبات. هي تقول أنا ألتف على العقوبات، حتى أن وزير النفط الإيراني يقول أنني لن أدلي بأي تصريحات حول كيفية وآلية تصدير النفط الإيراني في هذه المرحلة، أو الوجهات التي نصدر إليها نفطنا، أو الطريقة التي نحصل فيها على عائداتنا المالية من هذا النفط. بطبيعة الحال إيران ترى نفسها الآن في حرب اقتصادية، وصفها شمخاني اليوم بأنها أكثر شدة ربما من الحرب العسكرية، وهي ترفع السقف ربما لأنها ترى من الضرورة وضع حد لأي تهديد تتعرض له، نعم، سواء أمني أو كما تصف تصريحات نتنياهو بأنها بروباغندا إعلامية. يعني كما قلت هي حرب اقتصادية وهي حرب كلامية، ولكن أيضا طهران يعني تشير إلى قدرات عسكرية تمتلكها. هنا ما الذي تقصده عندما تلوح بها؟ عندما تلوح بها تريد وضع حد لهذا الموضوع، يعني بالنظر إلى التجربة، وهذا يعني أنقله نقلا عن يعني لقاءات أجريتها مع عدد من الخبراء في هذا المجال، يقولون أن التجربة الإيرانية في سوريا تنظر إلى هذا، تجعل من إيران ترد على نتنياهو، لأنها تدرك تماما أن عدم الرد عليه ستجعله يتمادى أكثر في تصريحاته، وهي تدرك تماما أنه لا يجب إفساح الفرصة أمام نتنياهو، خاصة أن الواقع الداخلي في إسرائيل يقترب من الانتخابات الإسرائيلية، وهي لا تريد أن تسمح له باستغلال الإيرانفوبيا كما تسمى في ملفات داخلية في إسرائيل. وما هي هذه؟ نعم، شكرا جزيلا لك. إذن حازم كلاس من طهران.